صراحة انت الزيت تستحق اكثر واكثر، كتستحق فريق لما لا ببطولة المحترفين، ولكن كتستحق ملعب يليق بمقام الشارع الرياضي التيزنيتي. تيزنيت ساكنة، مدينة الفضة وساكنة من ذهب، خاصها تيران في المستوى. الاحلام ديال الامال وامال الامال كتكبر، وعندها جمهور وعندها قاعدة جماهيرية كبيرة داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. فيما كاين شي امازيغي كيحب تيزنيت والتيزنيت كيحب تيزنيت، اذا انا الاوان صراحة يكون عند تيزنيت ملعب يليق بالمقام. مدرجات صراحة اقسم بالله الا كاينين الناس واقفين غير هنايا جنب ديال الشبكة. اكيد حلم مستحق وتيزنيت جيس كوبو، تيزنيت الى اخر ثانية من البطولة ديال القسم الممتاز. تيزنيت خاصها تشد في الاحلام ديالها بكامل الايادي. وتحية لهذا الشخص فركوس، تحية لهذا الشخص اللي كيعشق الحسنية وكيعشق احتفلنا انا وياه هنايا بالصعود ديال عمل تيزنيت، وغادي نرجعوا نحتفلوا بالصعود ديال عمل تيزنيت ان شاء الله دوزيام ديفيزيون. ديما هذا اللقاء هذا اش كنقول لك؟ كان لقاء شيخ، الدراري كانوا رجال في التيران جابوا 3 بوان، وديما الامل نحتفلوا بالصعود. نتلاقاو نحتفلوا هنا عاوتاني ضروري، عقلتي في رمضان في رمضان وغنحتفلوا في رمضان عاوتاني ان شاء الله باذن الله عز وجل. شكرا مجددا اخويا احمد، مجددا من هذا المنبر اعشاق الحسنية حتى النخاع، وتحياتي لكافة الفرق السوسية. السلام عليكم. الاخ الهلالي خصنا واحد الالتفاف لهذا الفريق السوسي الوحيد، ممثل السوس الكبير الوحيد في القسم الوطني اللي هو فريق امال تيزنيت. لازم الجمهور السوسي من جميع المناطق يحج لمساندة امال تيزنيت. امال تيزنيت هذا العام لازم انها تطلع القسم الوطني الثاني، الجمهور خاصو يحضر باش نشوفوا ديربو السوسي مع الدشايره ومع الفرق السوسيه. المهم كنتمنوا التوفيق لامال تيزنيت، وكنحييو المكتب المسير ديال الفرقه اللي كنعرفوا انه داير مجهودات وكيدير داكشي اللي عليه من اجل ان نرى امال تيزنيت في القمه دائما. تحيه للجمهور اللي كيحضر في كل مره وكيديروا لوحات فنيه، وتحيه للناس اللي كيشجعوا امال تيزنيت من داخل الوطن وخارجه. نهني امال تيزنيت على هذا الفوز، واخا ما كانش الماتش سهل صراحه، الدراري تقاتلوا وعطوا كل ما في جعبتهم. لاحظنا الشوط الاول داز يعني بنديه كبيره، وكذلك استمر كذلك ايضا في الشوط الثاني. دخول ابراهيم الصفر كما كنقولوا ليه غير مجريات المباراه واعطى هدف الثاني والحاسم، ويعني الفوز مره اخرى لحسنيه لعمل تيزنيت، اسمحوا لي مولف حسنيه اكادير. وهذه رساله لمكونات نادي حسنيه اكادير. شوف الناس كيف كيفاش كتقاتل، شوف الناس كيفاش كيلعبوا، واللاعبين كذلك حسنيه اكادير. شوف الناس راه من والو، انتم موفر لكم جميع الظروف باش انكم ماشي تديو غير البطوله، بالعكس تديو جميع الالقاب، ولكن للاسف الشديد ما كنشوفوكمش كتقاتلوا في وسط الميدان. شوف بنادم اللي كيخدم راه الله تبارك وتعالى راه كينصفو، راه ما يمكنش واحد موفر ليه كل شيء وجالس وكيجري في التيران غير هكاك عبثا. لا هاد الناس هادو راه مقاتلين اللهم بارك، راه شتي الشوط الاول شتي الثاني باذن الله عز وجل. وغادي يطلعوا ان شاء الله، غادي نطلعوا ان شاء الله، ولما لا يتوجوا بالبطوله اللي حسنيه اكادير ما قدرش المسؤولين ديالها يجيبوها لينا.